لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ماذا يحدث فيه القرآن هذا الجبل لو ركبت فيه وسائل الإدراك؟ قال لرأيته. لماذا جاء برأيت؟ لأن الرؤية هنا متحققة، فيها جوانب حسية، بمعنى أن الانفعال الذي يتضح على قلب وجوارح الإنسان وحركته وتأثره بهذا القرآن العظيم لا بد وأن يظهر حتى يراه الناس. انظر إلى هذه المعاني، ليس بمعنى الخشوع الذي قد يتوهم البعض ويظن أنه مجرد شكل وطأطأة رؤوس ودموع إلى آخره، لا 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 لا. الأثر الذي يظهر أثره بوضوح ويظهر معناه بوضوح ومؤشراته تظهر بوضوح في أخلاقك، في سكناتك، في كلماتك، في قراراتك، في تصرفاتك، في عطفك، في صفحك، في إحساسك، في تضحيتك، في بذلك، في إصلاحك، في تعليمك، في أسرتك، في تربيتك، في مؤسساتك، في اقتصادك، في كل شيء في مظاهر الحياة المختلفة لرأيته. أثر القرآن في حياة الفرد والمجتمع لا يخفى على إنسان له بصر وبصيرة حتى نفهم ونستوعب. ولذلك أنت حين لا ترى أثر يذكر في حياة المسلمين وهم يقرؤون القرآن ويحفظونه في صدورهم، اعلم أن هناك جوانب عظيمة للخلل لا بد من إصلاحها وتفاديها. أثر القرآن يرى في الأخلاق، يرى في العلم، يرى في الإقبال على العلم والتحضر، يرى في الأمانة، يرى في السلوكات، يرى في الصدق، يرى في الإتقان، يرى في الإحسان في العمل، يرى في عدم البلادة، يرى في عدم المبالاة، يرى في نقض الفتور والكسل. فلما لا ترى ذلك وإنما ترى سيولا من البلادة وعدم المبالاة في مختلف جوانب الحياة الإنسانية، إهمال بمختلف المستويات، عدم إتقان واكتراث للعمل، أشكال مختلفة من الخيانة وتصرفات مختلفة آنذاك، اعلم أن هناك خللا كبيرا في هذه الإشكالية وفي علاقة المسلمين بالقرآن. حتى ولو دخلت على الواحد منهم ورأيت أمامك وأمامه كتاب الله مفتوحا، المسألة ليست أن تفتح فقط كتاب الله أمامك، المسألة أن تفتح قلبك وعقلك لكلام الله جل شأنه، فتنساب الآيات في وجدانك ويظهر أثرها على عقلك وفكرك، فيستنير ذلك العقل وذلك البصر وتلك البصيرة، وتخضع الجوارح خضوعا وخشوعا وسعيا بمنهج الله في الأرض إصلاحا وإعمارا وحضارة وبناء وجدا واجتهادا وحرصا على الوقت وعلى الزمن. ليس المسألة أنك أنت تفتح الكتاب والقرآن أمام عينيك، هذا جزء، أن يكون لك وقت تخصصه لتلاوة القرآن، للاستماع للقرآن، هذه لا شك فيها، هذه لا نتكلم عنها، هذه لابد أن تكون. ولكن ما نريد أن نقوله من خلال ما يضربه القرآن لنا هنا من مثل، كيف تعيش بالقرآن؟ بمعنى كيف تذهب للعمل والقرآن في قلبك ووجدانك وضميرك الحي، فيصبح هذا القرآن وآيات القرآن وكأنها متمثلة في سلوكك، كجواب السيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان خلقه القرآن.